Sarı yalan. Da yalan. Da. Ser. Mut yalan. Ser. Ser. Bravo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس المشتركة معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومدرب زمانون وتدريب كلاب البحيرة. النهاردة طبعا بوتشر يا جماعة، نسلمه لصاحبه ربنا يبارك له فيه يا رب، الأستاذ إيه؟ الأستاذ ماجد ربنا يبارك له فيه. طبعا بوتشر كانت مشكلته كلها مع الأستاذ ماجد إن هو عنده مهايبر بدرجة عالية جدا، الكلب بيتنطط كتير، بيعمل حاجات غريبة. الكلب ده فعلا لما جالنا هنا كان هايبرة عالية، تنطيط يعني فوق ما اي حد يتخيل، درجه غريبه جدا. طبعا كلنا عارفين الهاسكي، ان الكلب الهاسكي خفيف شويه وبيحب يلعب وبيحب يتنطط كتير، لكن الحمد لله دلوقتي بوتشر اتغير خالص، بقى تمام التمام، هدي خالص، كمان بياخد الاوامر بتاعته بينفذها بطريقه كويسه جدا. وكنا منزلين له حلقه امبارح. في ناس بتطلب مننا كابتن وانت بتسلم الكلب، هات لنا الكلب قبل ما يشتغل وبعد ما يشتغل. يا جماعه لو لاحظتوا في الحلقات اللي فاتت هتلاقوا احنا منزلين للكلب حلقه خاصه بيه هو لوحده وهو شغال طاعه. طبعا كان جميل جدا بوتشر معانا، وبنكتب اسم الكلب على الحلقه قبل ما ننزلها، علشان طبعا كلنا نبقى عارفين ساعه التسليم ان هو ده الكلب اللي احنا عاملين له حلقه. نسمع بقى راي الاستاذ ماجد ونشوف، زي ما عودناكم كل واحد بيجي يقول رايه بما يرضي الله، مش عايزين كلمه زياده او مجامله لينا. اتفضل. السلام عليكم يا جماعه، وكل سنه وانتم طيبين. الاول هو صراحه انا بوتشر متغير تماما عبل ما كنت جايبه حاجه ودلوقتي حاجه. صراحه هايبره زياده، عويل، ما بيرضاش ان هو يتربط، بس بسم الله ما شاء الله وتسلم ايدك يا كابتن. هو الصراحه وشهاده لله هنا الاكسبيرينس يا جماعه عاليه، والحمد لله وربنا يبارك لنا فيك ومشاكينا يا كابتن. كل سنه يبارك لك فيها يا باشا، وباذن الله ومشيئه ربنا اي حاجه احنا تحت امرك في اي وقت. وعد منك ان انت هتحجزهولي ان شاء الله شهر 10. عينيا الاثنين، عينيا الاثنين. طبعا يا جماعه ده كان بوتشر والاستاذ ماجد، سلمنا له الكلب ربنا يبارك له فيه يا رب، من الشخصيات المحترمه جدا، ربنا يبارك له في الكلب بتاعه. في الاخر نقول لكم تحياتي ليكم باذن الله، مكملين مع بعض باذن الله. يا جماعه الدفعه اللي عندنا للناس اللي حاجزه، كمان الدفعه اللي عندنا قربت تخلص، هنبدا نتصل على كذا واحد عشان يجيب الكلب بتاعه. فاحنا اسفين جدا لو اتاخرنا عليكم، طبعا انتوا عارفين الضغط اللي علينا. تحياتي لكم جميعا، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.